عبر الهاتف المزيد من المتابعة ينضم إلينا دكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية. دكتور مصطفى أرحب بك. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. نعم، إذا دعني أتحدث معك عن الاقتصاد التركي هذه المرة. كيف ترى أداء الاقتصاد التركي في الفترة الماضية وما وصلت إليها حتى هذه اللحظة؟ وأيضا دعنا نتحدث في ذات السياق عن الاقتصاد القطري الذي أتى في الفترة الماضية وارتبط بالاقتصاد التركي من ناحية الانهيار. تمام، نشهد حاليا وخلال الفترة الماضية الاقتصاد التركي في حالة من الانهيار على كافة المستويات بسبب السياسات الغير مقنعة والغير سوية من قبل القيادة التركية والرئيس التركي والسياسات القمعية اللي بتؤثر على الاقتصاد، لأننا نعلم أن الاستقرار السياسي والأمني دائما ما يدعم الاقتصادات في أي دولة، وبالتالي نجد أن السياسات القمعية من قبل النظام التركي بيؤثر على الاقتصاد بشكل مباشر في هروب رؤوس الأموال، في تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وبالتالي تراجع الليرة حيث فقدت وانكمشت بنسبة 3% العام الماضي ودخلت إلى مرحلة للركود منذ 10 سنوات بعد أن فقدت الليرة التركية 30% من قيمتها، وبالتالي ده أثر على حالة السوق التركي، ومن هنا كان له تأثير مباشر على عدم وجود مشروعات توفر المزيد من فرص العمل، وبالتالي كان هناك ارتفاع كثير لمعدلات البطالة وتواصل لنزيف للعملة التركية مقابل العملات الأجنبية، وفي محاولات من الجانب التركي لإنعاش الاقتصاد التركي في محاولة لرفع أسعار الخدمات لديها كأسعار الكهرباء لمحاولة للتغطية على انهيار الاقتصاد، وإن أعلنت عن رفع أسعار الكهرباء بنسبة 14.9%. نعم، هناك الكثير من المشكلات في الاقتصاد التركي، في ارتفاع عجز التجارة الخارجية وتسبب انكماش الاقتصاد التركي في ارتفاع عجز التجارة الخارجية بنسبة 1.2 بما يقدر إلى 2,500,000,000 دولار. حالة الاقتصاد التركي بتلك الوتيرة في مشكلة حادة جدا، وتحتاج إلى برنامج اقتصادي سريع يحاول أن ينتشل الاقتصاد التركي، ولكن مع وجود القيادة الحالية بتركيا لا أعتقد أن الاقتصاد التركي أنه سيشهد الكثير من التوتر والتراجع والانكماش. نعم، ما هي الخطة البديلة التي من الممكن أن توضع في ظل وجود أردوغان لانتعاش الاقتصاد التركي مرة أخرى دكتور مصطفى؟ أو أن المشكلة تكمن فقط في وجود أردوغان؟ المشكلة تكمن حاليا في وجود هذا النظام الذي يدعم الإرهاب والسياسات الإرهابية والتصرف مع مواطنيه بالحدة، كما نرى في الأيام الماضية قمع للصحفيين وقمع لمظاهرات النساء، وكل ده بيؤثر على المشهد الاقتصادي في ثقة المستثمرين في التعامل مع هذا النظام، وبالتالي المشكلة الحقيقية بتتمثل بوجود هذا النظام بتلك العقلية التي يمارسها في فرض سياساته وممارساته على الوضع التركي. نعم، إذا أنا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، شكرا لك على كل هذه التفاصيل.